شكرا معلقنا كابتن احمد مناع. اذا انتهت احداث الفتره الثانيه بتقدم النادي الاهلي 34-22 في مباراه الحقيقه شهدت شد وجذب كثيرين. الحقيقه النادي الاهلي زي ما قلنا بيعاني من اصابات كثيره. خليني ارجع للضيوف اللي برحب بيهم للمره الثانيه. كابتن محمد سلعاوي اهلا بحضرتك المره الثانيه. كابتن نبيل بخيت اهلا وسهلا بحضرتك المره الثانيه. كابتن سلعاوي راي حضرتك فنيا عن الفتره الاولى والثانيه؟ انا رايي ان المباراه تعتبر جيده بالنسبه للاهلي، لكن هو تصيدها من اول الجيم، قدر يفرض اسلوب لعبه وسيطرته على المباراه من اولها. مدرب الفريق طبعا مستر جوستي عمل روتيشن بين اللعيبه او عمليات اراحه للعيبه نتيجه للمجهود الزائد في الاسبوع اللي فات، وان عنده مباراه لسه الجزيره. بس انا شايف ان حاله الاهلي النهارده مش جيده قوي، يعني او معظم اللعيبه حالتهم الفنيه مش جيده قوي، رجوعهم بطيء. لكن المباراه عباره عن الاهلي مسيطر عليها، يعني عارف مداخلها، عارف يكس الله، بس مش في احسن حاله. مش في احسن حاله. الله ينور عليك كابتن سلعاوي. كابتن نبيل راي حضرتك ايه؟ برضو نفس الكلام اللي قاله كابتن سلعاوي. ابتدينا بمستوى مش كويس، بس انا شايف ان احنا بنعلى، يعني في نهايه الشوط الكوارتر الثاني علينا مع المباراه وانتهت الكوارتر ده 12 بونت. نعم. فرقه سموحه فرقه مجتهده جدا، وهي ليها هدف معين، هي يعني هي عايزه لإما تطلع مثلا لخامس لسادس علشان ما تطلعش سابع وثامن، فيبقى في تهرب من تهرب من الكروس. فعامله مجهود كويس مع انهم استغنوا عن المحترف بتاعهم، وعندهم برضو مهندس الصباغ برضو مصاب واحمد خانكه، ويعني برضه هم مجتهدين مع ان عندهم برضه اصابات زي الاهلي كتير. طيب ليه المحترف مش موجود مع سموحه يا كابتن؟ وجهه نظرك ايه؟ هل خلاص ادى اللي عليه ان طلعني الثمانيه اللي فوق وانا ما بنافسش على ولا رايك ايه؟ هو فعلا انا متهيألي كده، يعني متهيألي ان هو لا اما اكتفى بان هو يطلع الثمانيه اللي فوق، لا اما هو يعني انا في الثمانيه اللي فوق ولو نزلت ممكن في الثمانيه اللي تحت ممكن اجيب المحترف في الفتره اللي جايه، اجيبه لما يكون مؤثر معايا، مش عشان اظهر بمظهر كويس، مش هدفع انا مبالغ وبتاع وفي الاخر هو بالنسبه له عنده تارجت. التارجت بتاعه اعتقد ان هو خامس سادس، يعني يعني هو ده التارجت اللي هو مثلا هو التارجت الاول ان هو يدخل في ثمانيه، بعد كده هو التارجت بتاعه ان هو خامس سادس، يعني هو ده. بس هم حققوا تارجت كمان، ما تنساش كابتن سلعاوي كابتن نبيل وصلوا نهائي المرتبط، فدي في حد ذاتها لاول مره في التاريخ، فده تارجت كبير حققوه بالاجنبي برضو. وخاصه معلش كان الاجنبي في بعض الاوقات ما بيبقاش قد كده، يعني هم وصلوا برضو بمجهود اللعيبه المصريه. وهي فرقه سموحه بتلعب بروح جامده جدا، بتستغل اللعيبه بتاعتها، يعني هو عنده البوفيتات خفاف سرعة، فبيعمل ترانزيشن اوفنس عالي جدا. صحيح. بيستغل ان الاهلي ممكن يكون راجع مثلا بطيء او الترانزيشن بتاعه في بعض الاوقات مش سليم، فهو ده يعني هو ده اللي بيعمله عشان يعوض فرق المستوى. اشكرك يا كابتن نبيل، اشكرك يا كابتن سلعاوي. بس احنا لازم نطلع فاصل يا استاذ حضرتك، خلينا نطلع لفاصل اعزائي المشاهدين ونرجع نكمل تغطيتنا المستمرة مباراة الاهلي وسموحه في الجوله السابعه في دوري السوبر والمقاومه على صاله الامير عبد الله الفيصل، ولكن بعد الفاصل. اهلا بحضراتكم من جديد، ومكملين طبعا تغطيتنا المستمره لماتش الاهلي وسموحه. ونفكر حضراتكم الفتره الاولى والثانيه انتهت 34-22، وكان ضيف العزيز كابتن محمد السلعاوي كان طبعا عايز يضيف حاجه فنيه مهمه على الفتره الاولى والثانيه. اتفضل يا كابتن السلعاوي. الفتره الثانيه ديفنس اتحسن عند النادي الاهلي، بدليل ان نادي سموحه حط ست نقاط بس الشوط الثاني. الشوط الثاني ملاحظه سليمه، خد بالك انت الدفاع ده يعني إن بس مش سته، هو خلص تسعه الشوط الاول، خلص 13 تسعه ايا كان سته وتسعه، فهو اقل من المعدل الطبيعي لسموحه، او ده اقل يعتبر بالنسبه ده يعتبر زائد ان فريق سموحه قدر يجري على الاهلي بصفة مستمرة، وده انا ارجع، وده خاصة ظهر لما عمر طارق لعب مع سيف سمير. طب كابتن يعني مين اللي عجبك من اللعيبة في النادي الاهلي؟ مين اللي انت حاسس ان هو كان يعني موفق في الاول والتاني؟ في الاول والتاني اعتقد ان اللي كان موفق اللاعب عيسى. عيسى كويس، كان لعيب كويس. صحيح. وقدر يعني 3 بوينت جاب، اختراق جاب، باسنج تحت الباسكت جاب، ايهاب امين على فترات، عمرو الجندي على فترات. كابتن نبيل رايك يعني الفتره الاولى والثانيه مين اللي كان موفق عندنا؟ تتفق مع كابتن سلعاوي ام هناك مزيد من اللعيبه حضرتك شايف ان هم كانوا موفقين؟ يعني طبعا هو طبعا عيسى كمحترف كان موفق، لكن اعتقد ان في بعض اللعيبه برضه ما كانتش موفقه، لو كانت موفقه كان ممكن السكور يطلع اكتر من كده. هو موفقه دفاعيا ولا هجوميا؟ هجوميا زي مهيب. هو دفاعيا
هو الفرقة يعني احنا الفرقة بتاعت سموحة في الاتاك حتى بتعمل اجريسيف بيك اند رول، اجريسيف سكرينات بقوه جامده جدا، فده برضو تعبنا شويه. بس انا اعتقد ان فرقه سموحه مش هتقدر خلال الجيم كله انها تبقى بنفس المستوى البدني اللي موجود ده. طيب ليه؟ هل مثلا يعني المباراه ممكن ما عندهمش يعني الفرق ما بين البنش بلايرز والستاندنج بلايرز كبير؟ يعني ليه حضرتك قلت كده؟ هو بيعتمد على بعض اللعيبه زي احمد فوده، زي مثلا عبد الرحمن سمير، زي مازن العزازي. اعتقد ان هم يعني بالديفنس القوي ده والمجهود اللي هم بيعملوه مش هيقدروا ان هم يكملوا كده هو. فاعتقد ان احنا ممكن في الكوارتر الثالث والرابع السكور يزيد عندنا، يعني الفرق السكور يبقى اعلى من كده بالنسبه للنادي الاهلي. ممكن. طب كابتن سلاو، حضرتك شايف نوع الدفاع النادي الاهلي ممكن يلعبه احسن؟ يعني النهارده مباراه فرقت خلاص، انت فرقت 12 بونت وكان وصل دبل سكور 32 16 في لحظه من اللحظات. 16 حاجه زي كده، 32 16 دبل سكور. شايف نوع الدفاع يعني النهارده الاحسن، هل النادي الاهلي يلجا للزون ديفنس ولا يلجا للمان تو مان ولا ده على ده، ولا رايك ايه؟ اعتقد لعب مان تو مان فترات طويله، وبرضه في اوقات لعب دفاع المنطقه شويه، لكن انا اعتقد ان هو ساعتها محتاج يلعب مان تو مان، لان معظم السكور 22 بونت هتلاقي فيهم حوالي يمكن 12 بونت داخلين عن طريق الثري بوينت. يعني طب يعني احنا نتكلم في 20 بونت خلصوا في المربع تقريبا او يعني ميديم شوت. زائد ان الرجوع سريع جدا، الفاست بريك بتاع النادي سموحه سريع جدا، فمحتاجه كل واحد يهتم بمانو ويرجع بسرعه، او اقرب واحد يوقف اللي بيعمل الاختراق لغايه ما مانو يرجع له كده. الزون ديفنس يعني هو بيبقى لراحه اللعيبه. انا ما يعني انا مش من هواه الديفنس، انا مش هو لانه ما فيش دوله في العالم كبيره او فرقه كبيره تلعب زون. في الـ NBA ما فيش زون. اعتقد ان ده من حاجات اللي يجب ان تتعدل في قانون الباسكت، ان ما نلعبش زون في بس يعني في الفيبا مش هتقدر. بس يعني زي ما انت شايف يا كابتن، وزي ما شايف كابتن نبيل، خلاص اللعيبه بدات تخرج من ارض الملعب، تتجه الى مقعد البدلاء عشان تتلقى التعليمات النهائيه، سواء من مستر اجوستي بوش او من تامر مصطفى، عشان لحظات وتنطلق المباراه. استاذن ضيوفي كابتن سلعاوي، كابتن نبيل، استاذن حضراتكم. خلينا نطير لصاله الامير عبد الله الفيصل من قرر النادي الاهلي بالجزيره، عشان اللي حضراتكم الفتره الثالثه والرابعه من مباراه الاهلي وسموحه. بفكر حضراتكم دي في الجوله السابعه، ولكن اللي اتلعب حتى الان بالمباراه دي 6 مباريات، ومباراتنا المؤجله مع نادي الجزيره هتلعب يوم الاربعاء القادم. ومعلقنا الكابتن احمد مناع، فالى هناك.